دعينا نتحدث غدير عن أبرز الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام لحظة وصولهم إلى المطار، تفضلي. اهلا وسهلا بك. تتواجد العديد من الخدمات المقدمه لجميع الحجاج بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجده، سواء كانت من الجهات المختصه او حتى من المتطوعين او المتطوعات المتواجدين هنا في مطار الملك عبد العزيز. احد المبادرات المهمه التي تتواجد هذا العام هي مبادره اشتاقت لكم مكه التي تنظمها وزارة الحج والعمرة، والحديث أكثر عن هذه المبادرة ينضم إلينا المهندس فيصل الغنامي مساعد مدير فرع وزارة الحج بجدة للحديث أكثر عن مبادرة اشتاقت لكم مكة. أهلا وسهلا بك بداية على شاشة قناة الإخبارية. نود أن نتحدث عن فكرة هذه المبادرة، من أين جاءت فكرة هذه المبادرة؟ حياك الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فكرة مبادرة اللي هو اشتاقت لكم مكة طبعا هي أحد مبادرات اللي قامت بها وزارة الحج والعمرة بتوجيه من معالي وزير الحج والعمرة، وهي طبعا من مبادرات الرؤية 2030. الهدف منها طبعا هو الترحيب والحفاوة والاستقبال لحجاج بيت الله الحرام، وإظهار يعني الحمد لله طابع اللي احنا نقوم فيه في المملكة، انه الشعب دائما يحتفي بالضيوف. فنشأت فكرة المبادرة طريق مكة، وهي طبعا هذه السنة ليست هي أول مرة، احنا سبق وعملنا نفس المبادرة اشتاقت لكم مكة في العام الماضي، وكل سنة نحاول نطور فيها ونجيب أفكار جميلة ونطور في هذه المبادرة. جميل، هذه ليست أول سنة بل السنة الثانية التي تستقبلون فيها الحجاج بحفاوة بالتأكيد. ما هي ردة الفعل على الحاج عند وصوله إلى المطار ويستقبل بحفاوة؟ بصراحة يعني الحمد لله الحاج احنا لاحظنا ردة فعلهم، كثير منهم يعني طبعا الحاج يطلع من الصالة هو ياخذ أمتعته، وخارج من الصالة يتفاجأ أو بطريقة عفوية يخرج ويشوف المنصة. طبعا هي منصة تحتوي على مجموعة من الشبان والشابات اللي معاهم على الزي الوطني طبعا بالطابع الحجازي، ويقوم بتوزيع لهم الهدايا والتمور وبعض الورد. فيعني الحاج يتفاجأ بهذا الترحيب وهذه الحفاوة، فكثير منهم يعني بيدعي، وبعض منهم حتى بدموع الفرحة ودموع يعني ردة الفعل صراحة جميلة، واحنا شاهدناها أكثر من جنسية. وأيضا المنصة تحتوي على بعض الصور الخاصة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، فهذه كل الأمور يعني تكون لها تأثير نفسي على الحاج، خاصة أنه أول مرة يدخل المطار، فبداية يأخذ أول يعني فكرة وانطباع أنه هنا الأخوان بيرحبوا بهم ويحتفون فيهم. لذلك يعني كانت ردة فعلهم جدا يعني كانوا يعني سعيدين ومبتسمين، والحمد لله الحمد لله. يعني هذه الأشياء يعني تتميز فيها حكومتنا الرشيدة، أنه نهتم أيضا بالجانب النفسي للحاج، ليس فقط بمعاونته وتسهيل المشقة عليه وتوفير سبل الراحة وصولا إلى المشاعر المقدسة. الشكر موصول بالتأكيد لكم على هذه المبادرة التي تعود على نفسية الحاج بالتأكيد بالفرحة والسرور. شكرا لك، يعطيك العافية على ظهورك معنا على شاشة قناة الإخبارية. وهذه ليست المبادرة الوحيدة لوزارة الحج والعمرة، بل هناك العديد من المبادرات التي تقدمها هذا العام وأيضا في كل عام.